السلام عليكم اخوان متتبعي القناة. اليوم انتقاسم معكم موضوع حول اهم السلالات ولا بعض السلالات المهمة ديال الابقار المنتجة للحليب، ونطرق ان شاء الله لبعض الخصائص، ونطرق لها كذلك لبعض المميزات ديال كل سلالة من ناحية انتاج الحليب، من ناحية التسبيل، وكذلك التأقلم مع المناطق. نبدأ ان شاء الله مع سلالة الهولشتين. سلالة الهولشتين معروف على المستوى العالمي، هي واحد السلالة اللي تتنتج واحد الكمية كبيرة من الحليب، يعني هي تتحت المرتبة الأولى على مستوى إنتاج الحليب، يعني في بعض الدول تتوصل 90 لتر في اليوم كمعدل لإنتاج الحليب، خاصة بعد الولدة الثالثة يعني تروازيام لاكتاسيون، تتوصل أكثر من 40 كمعدل للحليب. سنتكلم هنا على السلالات النقية ماشي الهجينة. الخاصية ديال سلالة هولشتين أنها تتأقلم مع جميع الظروف المناخية باستثناء المناطق الحارة، يعني اللي حارة فيها ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، يعني هي متصفر درجة الحرارة، تصفر درجة البرودة البرد، وكذلك تساقط الثلوج، بشرط يعني يكون الوفرة ديال المأكل، وخاصة الأكل الطاقي باش تعوض ديك الإكسترا شالور اللي تخرج منها في المناطق الباردة. النقص ولا المميزة الناقصة في هاد السلالة هذه أنها هي يعني ما تتقاومش الأمراض بزاف، لذلك يعني المربين ديال هاد السلالة هذه يعني خصهم يعطيهم واحد العناية كبيرة من ناحية الهيجين ولا النظافة. بالنسبة للثور ديالها ولا العجل ديالها هو الأوفى، يعني من ناحية الطول كذلك يعني هو اطول يعني والاعلى من ناحيه الذكور مقارنه بالسلالات الاخرين، الا ان المشكل ديالو ديال السلاله هذه ديال هولشتين الذكر ديالها يعني ما تيسمنش في الاول، يعني الناس اللي تيسمنوا هذا النوع هذا ديال السلاله يعني خصهم يخليو العشي اللي عندهم يفوت واحد العامين باش يعطي الكركاس ديالو تيفهم مزيان، وتيعطي واحد الكركاس اللي هو مهم، وما يقدر حتى شي سلاله توصل للكركاس ديالو. السلاله الثانيه وهي سلاله مونبيليار لاراس مونبيليارد. السلاله هذه هي سلاله يعني جميله، ويعني هي ما بين المنتج للحم ومنتج الحليب، لذلك يعني هذه السلاله هي متوسطه، تعطي واحد الانتاج الحليب اللي هو مهم جدا، يعني توصل اكثر من 45 لتر، والخاصيه ديالها كذلك هي تتاقلم مع جميع المناطق بما فيها المناطق الحاره، وهذه المميزه اللي عندها مزيانه، يعني تصبر هي المناطق الحاره، وكذلك بالنسبه غير متطلبه للنظافه يعني بشكل كبير، لذلك يعني هي مزيانه بالنسبه للمناطق اللي ما تهتموش بالنظافه بشكل كبير. بالنسبه للعجل ديالها اللي هو العجل ديالها هو يعني كما سنقولوا جاي ما بين السلاله اللحمه والسلاله يعني المنتجه للحم، هو تتكرس بشكل سريع، وخاصه من تيفوت عام يعني تيعطي واحد الكركاس اللي هو مزيان وفيه اللحم مزيان مقارنه مع العجل ديال الهولشتين. بالنسبه للماركه الثالثه وهي سلاله النورموند. هاد سلاله النورموند اللي هي مشابهه تماما لسلاله المونبيليار، رغم انها زايده من ناحيه انتاج حليب زايده على المونبيليار، يعني متوسطه من بين المونبيليار وهولشتين، وكذلك هي غير متطلبه بالنسبه للمساله ديال النظافه، يعني هي مقاومه بعض الامراض، وكذلك المساله الامراض اللي تنتج عن نقص في النظافه. بالنسبه للسلاله الثالثه وهي لابرون دي سويس ولا سلالة شقراء سويسرا، هي واحد مشابه للهولشتين، يعني تعطي واحد كمية ديال الحليب يعني كبيرة جدا مقارنة مع النورموند ولا المونبيلا، هي مشابهة تماما للهولشتين، والخاصية اللي فيها مزيانة يعني غير حساسة للأمراض بزاف ومقاومة للأمراض وكذلك لدرجة الحرارة. بالنسبه للعجل ديال لابرون دي سويس هو مشابه تماما للعجل ديال الهولشتين، يعني الكركاس ديالو تيبان مزيان وتيعطي واحد المردوديه كبيره من فوق عامين، يعني تيوصل واحد الكركاس هائل جدا
مقارنة بالعجول الأخرى، يعني هو مشابه للهولشتاين بالنسبة لواحد السلالة اللي قليل ديال الناس اللي تعرفوها، خاصة في المغرب. يعني بعض الفيرمات على رؤوس الأصبع هي اللي تتربي هذه السلالة هذه، وهي سلالة طارونتيس يعني فرنسية، وهي سلالة تشبه سلالة البلدي ديال المغرب، وخاصة القديم المتواجد في منطقة ديال الحينة، عندك السلالة الحمراء، وكذلك مشابهة للسلالة البرون ديال الأطلس يعني تتشبه ليها. السلالة هذه ديال الطارونتيز اللي هي تعطي واحد الحليب زوين، حليب وافر يعني بكمية كبيرة، وهذا الحليب اللي هو يعني حلو مزيان، وانت يصلح الفرماج وفيه المادة الدسمة ولا ماتير غراس يعني وبعد نسبة كبيرة، وتصلح لإنتاج الفرماج. هذه السلالة اللي هي مقاومة للأمراض، يعني تتعايش في جميع المناطق، يعني كم في جميع المناطق، لا درجة الحرارة مرتفعة ولا درجة البرودة منخفضة، يعني تصلح للتربية مزيانة ومقاومة كذلك الأمراض نتيجة عن نقص في المسألة ديال النظافة. بالنسبة للعجل ديالها، وهذه الخاصية الأهم اللي نطرقوا ليها، العجل ديالها هو العجل اللي واخا لا راس يعني السلالة ديال إنتاج الحليب، ولكن العجل ديالها تيكون ديال إنتاج اللحم، هو مشابه تقريبا للسلالة ديال الشارولي، لا راس شاروليز، يعني العجل ديالها مشابه للعجل ديال الشارولي. كاين الفرق ما بينه وبين الشارولي بالنسبة للفانول ولا مستوى الصدر، الشارولي كيكون الصدر ديالو واسع شوية، أما بالنسبة للوجيغون ولا الفخاد ولا المصاص ديالو فهما مشابهين للعجل ديال الشارولي ديال الشارولي. وكذلك هذا العجل هذا يعني في الطريقة ديال الكرس ديالو هو لا فاسيليتي دونغريسمون، يعني معروف بها، يعني سهل باش يتأونغريسا، ويمكن الفلاح ولا الكساب يبيعو بقل من عام، يعني تيبان في العين بأنه هاز اللحم مزيان مقارنة السلالات الاخرى اللي ذكرنا من قبل. الى حدود الساعه نكون وصلنا لحدود يعني اخر تقديم المعلومات الاخيره، اللي عجبو الفيديو بارطاجيه مع الاصدقاء ديالو، واشترك في القناه اللي بالنسبه اللي ما مشترك في القناه، وان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله نتكلموا على السلالات اللاحمه باذن الله. الى اللقاء والى شريط قادم.